لك يا حجي لعيت لي قلبي، انت بس قلي شو هن الغراض؟ لك كلكم غراض عفش بيت بس. بالله شو؟ منين ليه بدك تاخده؟ من ساحة الامويين لساحة العباسيين، بضل معنا كم غراض ناخده لشارع بغداد. لك شو عباسيين شو امويين؟ لك وانت شاريهم من اهل قريش له؟ شو امرتوا سيدي؟ يا رب يا رب هي اللي تفتح. اهلين ابو فادي، اهلا وسهلا. لك معقولة أنا شو محظوظ؟ إيه إن شاء الله يا ربي على طول تكون محظوظ، بس ليش محظوظ؟ لأنه الله استجاب لدعائي. ليش شو كنت عم تدعي؟ عم قول يا ربي هي اللي تفتح. يوه ليش بدك يعني بشي ضروري؟ لا هو ما في شي يعني ضروري، بس أنا كنت عم قوم بالجولة مثل العادة مشان يضل الأمن مستتب بالحارة، فقلب امرق يعني بشوف إذا لازمكم شي نقوم بالواجب. نخيل عينك والله ما بتقصر، أنت ما في منك، والله ما بدنا غير سلامة قلبك. لك الله يسلمك، أمانة. والأمانة غالية، أي شي بتحتاجي ما مطلوب منك شي، تمسكي هالتليفون بتدقي أبو فادي تلاقيني زرعت عندكم. دخيل عينك والله بعرفك ما متقصر، الله لا يحرمنا من شهامتك. لك يخلي لي إياك يا رب. تفضل نشربك فنجان قهوة. لا لا شكرا، في عندي مهام لازم أقوم فيها وما بدي تقل عليك. لك الله يقويك، الله يديمكم زخر لهالوطن، الله يحميكم يا رب. الله يسلمك. تفضل خليكي. شكرا. أهلا وسهلا. شرفي. شكرا شكرا. قولي على قامتي، معناتها لازم رد على أمطاري. أنا ما بقى في داعي ضل وحدانية بنوب نوب، لأنه العين علي. قولي شو صاير للعالم هايشين هيك؟ بعدين أنت قديش يعني عامل حسابك لتعطيني على هالمشوار التاريخي؟ قايم لك 5000 ورقة. شو؟ لا والله ما حزرت، خليها واقفة للعروس هون وما بحملها هيك حمالة. شو عروس ما عروس؟ شو رايحين نخطب بنت لحنا؟ لك هي السوزوكي عروسه وعين الله عليها، ما بخليها تحمل شلون ما كان. رو عمي رو، ما عجبني الطلب تبعها. لك ابي قديش بدك بس بنور الله. ليك حجي انا قلبي ارتاح لك، مشان هيك ما راح اخذ منك غير 5200 ليره. شو بسيط. الله وكيلك يا ام طارق، طق قلبي من الوحده. اكيد بده يطق قلبك من الوحده، وهذا الحكي الصح، مشان هيك خليني احكي هالكلمتين واسمعيهم منيح. عم بسمعك ام طارق، احكي. البنات صاروا كبار، انتي لازم تخبريهم. والله مو طالعه معي، يعني بدل ما جوزهم بدي اتجوز انا، والله بستحي فاتحهم بالموضوع. لك شو بتستحي وما تستحي؟ البنات لسه ما اجى نصيبهم، والزلمه رايدك بالحلال، يعني زواج زواج، وهو كتير مستعجل، يعني بده ياكي كويكلي كويكلي. يعني ما صار الا وجابت لسيره العريس، اي والله هالشي ما رح يتنوا على جزتي. طيب شو ناويه تعملي كونان؟ دخلكم ام طارق مع رقم الجديد؟ ليك مزبوط، هي شافتني من كم يوم وسألتني عنه وكان بدها اياه، بس انا عطيتها اياه وما عطيتها اياه. ليك شو؟ خلصيني، بدك تضلي غبيه انت، تذكري عطيتيها ولا ما عطيتيها؟ زهايمر؟ تذكرت؟ ما عطيتها اياه. عندك حمه. وينه رقم ام طارق؟ وينه؟ شو ناويه تعملي؟ اتركوني انا بعرف اتصرف. وين رايحه؟